اعزائي المشاهدين قناه الحياه ارحب بكم حلقه اليوم مميزه لجيت انها سوف تتحدث عن احتفال يهودي تقليدي ولكن هذا الاحتفال مرتبط بشده بالعالم العربي فلدينا احتفال يسمى احتفال هاي ميموده وهو احتفال يهودي مغربي الميمونة أو عيد الميمونة احتفال يهودي مغربي يقام بعد عيد الفصح عندما يحل أكل الخمير بالعبرية حاميتس مجددا بعد أسبوع الفصح بعد أسبوع من عيد الفصح يجوز للشخص مجددا أن يأكل الخمير يبدأ احتفال الميمونة بعد انتهاء يوم الفصح وبالتحديد بعد حلول الظلام في آخر يوم الفصح الى اليوم التالي من بعد الفصح وليس لهذا الاحتفال مرجعيه كتابيه اذ لا يشير التناخ الى طقس محدد او يقدم ارشادات تخص انتهاء الفصح ومنطقه الملاح من اشهر المناطق التي كان يحتفل فيها بالميمونه والملاح اسم الحي اليهودي المسيج في المدن المغربيه القديمه مثل الرباط فاس مكناس الدار البيضاء ويقابل في الشرق العربي عباره حاره اليهود اذا في الشرق لدينا حاره اليهود وفي المغرب لدينا الملاح اذا الاحياء اليهوديه وفي الاونه الاخيره بدا بعض اليهود الاشكناز الامريكيين من اصول اوروبا الشرقيه بالاهتمام بهذا العيد ما هي اصول هذا العيد قلنا ان هذا العيد هو عيد خاص بيهود المغاربه ليس له اصول كتابيه والان هذا العيد له مكانه كبيره في هذا الوسط المغربي اليهودي سواء في المغرب او في اسرائيل او في بلدان اخرى بامريكا او في اوروبا حيث توجد هذه الجاليات اليهوديه من اصول مغربيه يهتمون بهذا العيد، ما هي اصول هذا العيد؟ اول اشاره موجود او اقدم اشاره مكتوبه وليس بالضروره بدأ الى هذا العيد كان في القرن الثامن عشر تقريبا من 200 سنه ولكن من المؤكد ان اصول هذا العيد تعود الى اقدم من ذلك بكثير وتوجد اراء مختلفه بخصوص هذا العيد اذ يعتقد البعض ان ربما كانت تعود الى شعائر محليه كانت تهدف الى طرد الارواح الشريره بينما يطرح آخرون فرضيات أخرى لأصول العيد اعتمادا على الاسم، الفرضية الأولى يرى البعض أن اسم الاحتفال ميمونة جاء من الحبر ميمون ابن يوسف أبو موسى بن ميمون الحبر الشهير، وأن هذا الاسم يشير إلى ذكرى موتي بمعنى أن هذا الاسم ميمونة تكريما لهذا الحبر الشهير. فرضي الثانية ويقول رأي ثاني أن الاسم مشتق من المفردة العربية ميمونة وباللغة العربية كلمة الميمون هو تشير إلى الرفاه وحسن الطالع على سبيل المثال نحن نقول للمسافر سفرا ميمونا أي سفرا مباركا وولد ميمون أي ذو يمن وبركة هذا رأي وبما أن الفصح هو بدايه السنه الزراعيه في التقويم اليهودي فان الوقت وقت مناسب للصلاه لاجل وفره المحاصيل وبالتالي تم استنباط هذا الاسم ميمونه. الفرضيه الثالثه يقول بان الاسم هو مشتق من اللغه العبريه ايمونه وهي تعني ايمان وان هذا الاحتفال يشير الى الايمان بخلاص اسرائيل. وفي منحة مقارب يرى البعض أن الاسم مشتق من طعام المن الذي أنزله الله على الشعب أثناء الخروج من مصر وأثناء التحرير وبغض النظر عن أصول محتملة نشأة هذا الاحتفال فأن لهذا الاحتفال دلالة وجدانية عند جماعات كبيرة من اليهود لا سيما يهود المغرب ما هي هذه الدلالات أو قلنا أن هذا الاحتفال مهم جداً بالنسبه لليهود المغاربه بغض النظر عن مكان تواجدهم فضلا على ان هذا العيد بدا يحتفل به اخرون من اليهود رغم انهم ليسوا من اصول مغربيه. طقوس هذا العيد او طريقه الاحتفال في هذا العيد بالمناسبه هي اصول شيقه جدا وجميله. واحد اشهر الاحتفالات ايضا الموجوده اليوم في اسرائيل. يبدا الاحتفال بعد حلول الظلام في اخر يوم من الفصح وفي بعض المجتمعات يقوم غير اليهود سابقا ببيع الخمير او الحامس مجددا للعوائل اليهوديه تقتضي تقاليد يهود المغرب والجزائر في فتره العيد ترك ابواب المنازل مفتوحه للزوار وتقوم الاسر اليهوديه ببسط حلويات العيد التقليديه واشهر الاطعمه الموجوده في هذه المناسبه هي ما يسمى الموفيلتا هي نوع من الفطائر او بالانجليزي بانكيك المحلات الذي يؤكل مع العسل او الشراب او المكسرات والفواكه المجففه ايضا مائده العيد رغم اني تحتوي على الموفيلتا ايضا تحتوي على ما يسمى الخماسيات كيف خماسيات رقم خمسة ورقم يشير إلى حسن الحظ في الثقافة الشرقية فلهذا السبب تجد في مائدة العيد خمس قطع مجوهرات ذهبية أو خمس حبوب مرتبة على رغيف من العجين أو خمس تمرات أو خمس أساور ذهبية في وعاء معجنات أو أي رقم لماذا؟ لأن الرقم خمسة قلنا هو رقم ذو دلالة إيجابية في الثقافة الشرقية ونحن موجود عندنا في هذه الثقافة معروفة باسم العربية الثقافة العربية الخمسه او خمسه وخميسه وبالعبريه خميسه وهي شائعه في المغرب وفي بلدان الشرق ويتم في الاحتفال ويتم رش الحاضرين في احتفال ميمونه بغصن النعناع او نبات اخضر مغموس بالحليب رمزا لحسن الطالع والبركات الجديده. وهذا العيد بما انه مرتبط بالبركه والفرح في هذا اليوم احيانا يتم القيام بواسطه توسط في موضوع الزواج الزواج واذا كان الناس متزوجين حديثا ياتي المحتفلين اذا هذا الشخص المتزوج حديثا او هذه المراه المتزوجه حديثا ويتمنون لها الانجاب الاطفال الطيبين ثم بعد الاحتفال يذهب الاسر الى البحر غالبا ما تذهب الاسر من الباكر الى البحر ويقومون برش الماء على وجوههم ويسيروا جزءا امتار قليله ضمن البحر حافين الاقدام لماذا تسكار لخلاص الشعب من خلال عبور البحر الاحمر المعجزي في يوم الفصح اليوم هذا الاحتفال يمتاز بانه شعبيه كبيره في اسرائيل فنجد ان اليهود المغاربه يحتفلون بشكل كبير في في هذا العيد في اسرائيل والمغرب وفرنسا وبلدان اخرى ويتميز هذا الاحتفال الكبير في اسرائيل بأنه يشارك به ايضا يهود اخرين يشارك به كثيرا من من يهود المزراحيين او اليهود الشرقيين وقد دخلت كلمه ميمونه القاموس لدى السياسيين الاسرائيليين فاليوم هذا الاحتفال في اسرائيل المعاصره يجري في منطقه مفتوحه حديقه كبيره وتقام حفلات في الهواء الطلق ويتم النزهات والشواء ويشارك به كبار السياسيين اليوم والاحتفال المركزي يتم في حديقة سكر أو سما جان سكر وبلغ عدد الحضور حوالي 100 ألف دائما منذ سنوات أصبح يشترك في هذا الاحتفال كثيرا من السياسيين بما فيهم رئيس الدولة ورئيس الوزراء وهذا جزء من التقارب السياسي بين الآخرين وبالمناسبة وهذا وهذا بما انه وعيد تقريبا ثقافي وليس شامل لكل اليهود ولكن اكتسب اهميه كبيره في اسرائيل اليوم ينص القانون في اسرائيل على انه يجب على اصحاب الاعمال اعطاء اجازه مدفوعه للموظف ان رغب بحضور الميمونه ان قال الشخص انا اريد ان اذهب الى احتفال الميمونه فسوف يعني يجب علي رب العمل ان يوافق على اعطوه اجازه حتى لو كانت اجازه غير مدفوعه. حلقه اليوم انتهت لتعرفنا على شيء بخصنا نحن يعني اهل المنطقه يعني جزء من العادات الدينيه ليهود المغاربه اللي نحن يمكن البعض الاغلبيه ما شاف لانه نحن في الشرق اكيد ما شفنا هالعادات والبعض ربما كان في المغرب الذي لا يسكن قريب من منطقه الملاح وطبعا بعض مناطق الملاح اصبحت الان خاويه بسبب الهجره الى اسرائيل. ولكن هذا العيد بعتقد كمان نحن من حقنا نشارك به بالطريقه من الطرق لانه عيد شعبي يخص ناس جزء من من تراث هذه المنطقه وجزء من تراثنا. حلقه اليوم التالت وبتمنى لكم يوما ميمونا والى اللقاء في الحلقه القادمه.